وينضم إلينا من استوديو المملكة في إربد عضو مجلس النواب عن حزب الوطن الإسلامي مصطفى العماوي. أهلا بك سيد مصطفى. إذا تحدثنا عن تقييمكم في الحزب للعملية الانتخابية وفوز حزبكم بالمقاعد النيابية، تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا الحمد لله على الأمن والأمان، والحمد لله على النهج الديمقراطي وتعزيزه من قبل جلالة الملك. وإحنا الآن إن شاء الله سنصل إلى البرلمان ببرنامج، وسيكون هنالك إن شاء الله تنسيق مع الأحزاب الأخرى من أجل إيجاد تكتل نيابي حتى تكون هنالك اللجان اللي هي مطبخ التشريع، وسيكون هنالك إن شاء الله توجه على المكتب الدائم حتى يكون أيضا لإدارة ورئاسة المجلس إن شاء الله نحو الأفضل، وسيكون أداء برنامج حزبي نيابي يختلف عما سبق في الماضي. ونحن على مسافة واحدة من كافة الأحزاب الأردنية التي وصلت إلى البرلمان، ولا يوجد لدينا الآن أي انحياز باتجاه حزب على حزب آخر. جميع الأحزاب المصلحة هي مصلحة وطنية، ونلتقي إن شاء الله بهدف واحد وهو خدمة الوطن والمواطن بإذن الله. نعم سيد مصطفى، يعني كيف ستكون تحالفاتكم في المجلس النيابي المقبل؟ هل سنشهد تكتلات تحالفات مع الأحزاب الأخرى؟ طبعا أكيد، يعني سنعرض على كافة الأحزاب وعلى المستقلين أيضا من حيث إنشاء تيار يعني كتلوي نيابي حزبي برامجي حتى نستطيع أن نقدم شيء. يعني لا يوجد هنالك تحالفات سرية، وإنما ستكون تحالفات علنية أمام الجميع، لأن المصلحة مصلحة مشتركة وليست مصلحة خاصة أو مصلحة شخصية تخص شخص ما. فنحن نتجه إلى كافة الأداء النيابي من حيث اللجان ومن حيث المكتب الدائم والمجلس التنفيذي وكل الإجراءات. إن شاء الله سيكون لنا دور نلعب فيها مع التنسيق مع الأحزاب ومع الكتل الأخرى، يعني نتعامل مع الأحزاب ونتعامل مع المستقلين، لأنه سيكون هنالك الأداء أداء مشترك تشاركي وتشبيك مع كافة النواب من أجل تقديم أداء نيابي يختلف عن الماضي. لأن الماضي أعتقد أنه الآن انتهى لعدم وجود برامج في السابق، الآن أصبح في برامج وصار في أحزاب تدعم هذه الكتل الموجودة، وهنالك أيضا مستقلين لابد من استقطابهم في هذه التيارات وفي هذه الكتل حتى لا نستثني ولا نقصي أحد. نعم، هذا يقودنا إلى سؤال سيد مصطفى، ما الذي يميز حزبكم عن بقية الأحزاب؟ نحن نتحدث عن تقريبا 25 حزب ب 25 برنامج. لا هو في برامج في الأحزاب، والآن الأحزاب التي وصلت البرلمان، نعم 10 أحزاب وصلت إلى البرلمان بينها من أجل نعم. إيجاد لا بغض النظر عن العدد، احنا كل الأحزاب اللي وصلت للبرلمان لديها برامج، وهنالك لابد من التركيز على برامج يعني قابله للتطبيق على ارض الواقع بالتشبيك مع الحكومه، وهنالك يجب ان يكون في ضغط على الحكومه من ايجاد الحلول للامور المستعصيه ومن التحديات والعقبات التي تواجه الاردن، لان الوضع الاقتصادي في الاردن وضعا متردي، وهنالك في تقصير من حيث السياحه ومن حيث الاستثمار، فلا بد من تذليل العقبات امام المستثمر وامام السائح بغض النظر عربي ام اجنبي. فلا بد أن يكون في هنالك برنامج مشترك مع هذه الكتل النيابية، ونستثني من بعض البرامج التي هي ربما أن يكون عليها بعض الخلافات. فنحن الآن إن شاء الله بصدد التنسيق مع الأحزاب ومع غير الأحزاب لوجود أي فكرة تساعد البرنامج الاقتصادي لهذه الأحزاب إن شاء الله، وأن نقدمه للحكومة بالتشارك معها وبالتراضي، وليس في عملية أن يكون في شد حبل بين الطرفين. نعم، بخصوص التشريعات التي من الممكن أن تقدموها أو تعملون عليها في الدورة العادية المقبلة من حيث البرامج يعني؟ نعم إحنا لدينا برنامج، سنركز على البرنامج الصحي والتعليمي والأمن الغذائي الذي يشمل الطاقة والزراعة والمياه، وهنالك أيضا لابد السياحة والاستثمار التركيز عليها، وأن نسعى جادين لإيجاد بدائل لكل موارد الدولة الطبيعية الغائبة من حيث الغاز ومن حيث المياه ومن حيث الطاقة. يجب أن يكون هنالك الكشف عن هذه الموارد الطبيعية في الأردن، لأن الأردن محروم منها. سيد مصطفى أقصد التشريعات، تحدثنا عن البرامج.
التشريعات سيكون هنالك لدينا برنامج في الحزب من أجل إعادة النظر في بعض التشريعات وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية وقانون الاجتماعات العامة والاعتقال الإداري وقانون مخالفات السير وبعض الأمور التي احنا التزمنا بها إن شاء الله أمام الحزب والتزمنا فيها أمام الرأي العام بأننا سنقوم إن شاء الله بمراجعتها وتقديم مذكرة كاملة بما يتعلق في هذه التشريعات لإعادة النظر فيها أو تعديلها، لأن هنالك بعض القوانين لابد من تعديلها ولابد القوانين من إعادة النظر فيها مجملا كامل. نعم، مجلس النواب سيد مصطفى يهيمن عليه الحزبيون بنسبة عالية، ما الذي ينتظر المجلس الجديد؟ ينتظر المجلس الجديد أداء وتعزيز الثقة ما بين مجلس النواب والمجتمع الأردني، لأنه فاقد الثقة في الأداء النيابي، ومؤسسة البرلمان ومؤسسة الدستورية وهي تعلو على كل مؤسسة الدولة، فيجب علينا الآن أن نقدم أداء رائعا، أداء وطنيا، أداء يخدم المواطن، حتى تكون هنالك إن شاء الله إعادة ثقة لهذه المؤسسة العريقة الذي يمتد منها نظام الحكم، فهو نيابي ملكي، وهنالك لابد أن نعزز العمل النيابي حتى يكون هنالك إن شاء الله ترسيخ للنهج الديمقراطي وترسيخ للأداء التشريعي، وألا يكون على مزاج البعض، ولا أن لا يكون هنالك فقدان للنصاب حتى نغيب البعض التشريعات التي كانت في طريقة لا يقبلها الشارع العام ولا يقبلها الضمير الأردني. نعم، بخصوص حالة التصدع أو الفجوة اللي هو الكبيرة ما بين الشارع ومجلس النواب، كيف يمكن للحزب الوطني الإسلامي أن يردم هذه الفجوة ويعيد ثقة الشارع بالمجلس؟ هو فقدان الثقة في الأحزاب وفي مجلس النواب يعني مجملا، لكن الآن لابد من تعزيز النهج الحزبي حتى يقتنع المواطن الأردني بالتشاركية في الأحزاب في الدورات القادمة، ولا يبد أن يكون أداء وعدم الغياب وأداء تشريعيا وتحليلا للموازنة حتى يكون هنالك في شيء أصلا يقدم في الأداء البرلماني يختلف عن الماضي، لأن الماضي كان في عليه ملاحظات وسلبيات كثيرة، فلا بد من معالجة هذه السلبيات، والآن عندما تكون في كتل حزبية وهنالك أحزاب تحلل الميزانية وتحلل التشريعات وفيها خبراء وفيها أصحاب دراسات قانونية ودراسات اقتصادية وسياسية، لابد أن يكون الأداء البرلماني قد يختلف، حتى الخطاب الكتلوي يختلف عن الماضي، والخطابات السياسية تختلف، والتحليل الاقتصادي يجب أن يختلف، لأن هنالك الحزب سيشارك في تحليل الموازنة وفي تحليل أي مادة من مواد القوانين زي قانون إعادة النظر في قانون الطفل أو في أي قانون كان، لابد من بعض المواد الإيجابية ندعمها وبعض المواد السلبية يجب أن نكتب وأن ننسق مع بعض حتى إعادة إن شاء الله التشريع وإعادة تعديلها لما فيه مصلحة المواطن. واليوم لا يوجد مجاملات، هذا المجلس هو أمام المجهر وأمام الرأي العام، وأن لم يكن أداءه جادا وأداء قويا وأداء مفيدا للدولة الأردنية أعتقد لا يختلف عن المجالس السابقة، وأعتقد أن المجموعة التي وصلت إلى البرلمان تملك من الخبرات القانونية والخبرات الاقتصادية والسياسية الكثير، وإن شاء الله سيكون الأداء أداء جمعي تشاركي وليس موجودا للمناكفات ما بين بعض. النواب هم تحكمهم النظام الداخلي، نحكم النواب النظام الداخلي في الأداء، وهنالك لابد الأداء أن يختلف وحتى الخطابات الفردية، ويجب التنسيق مع مجالس المحافظات والبلديات وتعزيز دور البلديات واللامركزية، وهنالك يجب أن نسعى لنقل الصلاحيات وليس تفويض الصلاحيات حتى تكون المحافظات أيضا تستحق مما نحن لديه الآن من بعض الضعف في دعم المحافظات، فلدينا الآن برنامج يتعلق في الأطراف خاصة المحافظات والمناطق البعيدة والأغوار، لا ننسى الأغوار ولا ننسى الجنوب ولا ننسى الصناعات ولا ننسى المواقع التي يوجد فيها استثمار وأضرحة الصحابة، وهنالك لابد من تعزيز هذا النهج. يجب علينا أن نؤدي أداء يختلف عن الماضي، لأن الماضي كان يحكمه علاقات فردية وعلاقات شخصية، والآن إحنا إن شاء الله بصدد التشاركية والأداء الجمعي في مؤسسة البرلمان إن شاء الله. نعم، أشكرك، كنت معنا من استوديو المملكة في إربد عضو مجلس النواب عن حزب الوطن الإسلامي مصطفى العماوي، شكرا جزيلا لك.